أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، تفضلوا. يا أهلا وسهلا يا نسا مروة، أهلا بيك يا أحمد بيه. ازاي حضرتك يا استاذ وليد؟ أهلا وسهلا، أهلا بيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا يا فندم، تفضلوا تفضلوا. ميرسي. تفضل. شكرا. والله شرفتينا يا نسا مروة. ميرسي. شرفتنا طبعا يا أحمد بيه. أشكرك. الحقيقة أنا عارف طبعا إن وقت سعادتك ضيق، بس أنا كان نفسي اتعرف على حضرتك من زمان. يا فندم ده شرف لينا، زائد يعني ان انا ما اقدرش ارفض طلب للانسه مروه. انا في الاول طبعا عايز ابدي اعجابي بكتابات سعادتك وبشخصيه سعادتك العظيمه. اشكرك طبعا على ذوقك. هو انا اولا مش عارفه ليه احمد طلب ان هو يقابلك او ايه اللي في دماغه بالظبط، بس اللي انا اعرفه متاكده منه ان مفيش رجل اعمال بيحب يقابل حد الا اذا كان في سبب او مصلحه. طب الاول تشربوا ايه؟ لا 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 ولا حاجه، انا همشي على طول اصلا. شوفوا جيبي، انا هختصر على حضرتك السكه. انا محتاج دعم من سعادتك. معلش ممكن توضح؟ استاذ وجيه، حضرتك طبعا شخصيه معروفه في البلد، شخصيه مهمه طبعا، ده غير علاقاتك الكبيره وثقه قرائك فيك. معلش بمعنى ايه؟ شوفوا استاذ وجيه، انا عندي شركه صرافه، هي اي نعم لسه في الاول، بس المهم اللي انا عايز اقوله ان مش هو ده المشروع اللي انا عايز استقر عليه. انا في دماغي عده مشاريع عايز ادخل فيها. ايوه زي ايه بالظبط؟ انا عايز اعمل محطه فضائيه. محطه فضائيه؟ طب وانا دخلي ايه؟ وبعدين يعني على ما اعتقد المحطه الفضائيه دي مش هتفيدك في شغلك، هتفيدك في ايه؟ انا شايف ان المحطه الفضائيه مكلفه جدا ومش دايما بتكسب، لا ساعات بتخسر. وما تصدقش الكلام اللي بيقول ان المحطات الفضائية بتكسب مكسب مهول، ده مش دايما صحيح. بص يا سوجي، انا هجيب لسعادتك من الاخر. انا عايز اكون شخصية معروفة، شخصية مشهورة، شخصية ليها ضغط اجتماعي على ناس في البلد. حضرتك طبعا زي ما انت عارف ان في مشاريع كتير ومصالح كتير ما بتمشيش غير بالشكل ده. طب وانت متخيل ان انت بعد الكلام اللي انت قلته ده انا ممكن ادعمك؟ استاذ وجيه، انا مش بطلب منك حاجه غلط لا سمح الله. انا كل اللي بطلبه ان حضرتك تساعدني اني اعمل اعلام نظيف، اعلام محترم يفيد الناس، غير المشاريع القوميه اللي انا عايز ادخل فيها اللي هي هتفيد البلد قبل ما هتفيدنا احنا اصلا. ان كان كده الوضع مختلف. اكيد. طيب انا مضطر استاذن بقى دلوقتي عشان عندي ميعاد مهم جدا لازم الحقه. هتيجي معايا مروه ولا لا انا عايزه اقعد مع الاستاذ وجيه شويه. طيب اوكي، هسيبكم براحتكم. يا ريت بقى تكلميني لما تخلصي، ويا ريت تعدي عليا في المكتب عشان عايزك برضه. اوكي استاذن. انا شرفت يا فندم. ميرسي جدا. شرفت يا احمد بيه. اتفضل اتفضل اتفضل. شكله شاطر قوي. والله انا كنت متوقعه ان انت هترفض. ليه يعني؟ الحقيقة هو كلامه منطقي وما فيهوش أي حاجة مشينة. طبعا. تعرفي إن أنتِ جميلة أوي؟ هو أنت بتعاكسني؟ لا خالص، أنا عاكس برضو، ده اسمه كلام. تحبي إن أنا أكلمك بصراحة على طول كده؟ يا ريت. بصي بقى، أنا فعلا معجب بيكي ومستخسرك في الشغل عند مدحت. متزعليش يعني مني، مكانتك مش حلوة هناك. وبعدين اللي بيشتغلوا هناك في الشركات دي انا بحس ان هم سوري في اللفظ مش مظبوطين. لا بس الاستاذ مدحت محترم قوي ومظبوط. استاذ مدحت محترم؟ ده على اساس ان انا ما اعرفوش اصلا. والله لو هو مش محترم انا اقدر اخليه يحترم نفسه معايا غصب عنه. لا لا لا، انت فهمتيني غلط، انا ما اقصدش. بص، هو انا بحب شغلي قوي معاه وبحترم شغلي معاه، وكل شغل وليه مشاكله وليه الكلام الكتير عليه. انت مثلا كل يوم الكاتب عندك كلام اوحش من اللي قبله، وعادي بنكمل. ما احنا لو هنمشي ورا كل واحد بيتكلم علينا هنقعد في بيوتنا ومحدش يعرف عننا حاجه، صح؟ صح، كلامك مظبوط، بس انا يعني كنت حابب احذرك منه يعني عشان تاخدي بالك منه. حاضر، من عينيا هاخد بالي. طب ايه؟ انت ممكن تشتغلي معايا هنا وفي مكانه احسن من اللي عند مدحت. يعني انت مش بتحب الصحافة؟ بكرهها، مش بطيئة. خلاص براحتك، بس كان اسمك هينور وهتبقي مشهورة وتعملي علاقات.
والله انا شايفه ان انا اسم منور من غير اي حاجه، من غير ما ابقى صحفيه او اي حاجه، يعني الحمد لله لحد كده. ماشي ماشي يا انسه مروه. بابا لمار سابت البيت وراحت قعدت عند ماما. ما انا عارف، هي كلمتني وقالت لي. بابا كفايه بقى لحد كده، حضرتك تقدر تحل الموضوع. انا مش عايز احل حاجه يا ابني، انا مبسوط كده. مبسوط كده؟ مبسوط ان كل واحد فينا في ناحيه، بعد ما كان كل واحد فينا عايش جنب التاني تحت سقف بيت واحد. كنا عايشين في بيت واحد اه، لكن كنا مش متفاهمين. طب وايه يعني؟ ما كل الناس كده، ما فيش حد حياته مية مية يعني. يا ابني انت مش فاهم حاجة؟ لا يا بابا فاهم. بابا ايه اللي هيحصل بعد العمر ده كله لو كل واحد فيكم عايش بعيد عن التاني غير القلق والتعب والتوتر؟ انت وماما عشتوا مع بعض اجمل سنين عمركم، اللي حصل ده ظرف عارض، اعتبره اختبار. وانت ان شاء الله هتنجح في الاختبار ده وتحافظ على البيت، حتى عشان خاطر لامار. حتى انت فاهم يعني لو حسيت اني هبقى مبسوط وسعيد لو رجعت مش هعمل كده. وانت جاي يا بابا تشوف اذا كنت هتبقى مبسوط وسعيد دلوقتي؟ يعني جاي بعد السنين دي كلها وتحسبها دلوقتي؟ هو ده اللي انت مش قادر تفهمه. زمان ما كنتش هقدر احسبها، كنت انت لسه صغير واختك كانت لسه صغيره، كان لازم استحمل كل شيء علشانكم. لكن دلوقتي انتوا كبرتوا، بقيتوا فاهمين كل حاجه. على فكره مامتك نفسها مش عايزه ترجع هي مرتاحه كده. ليه يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ انها مصدقه نفسها، عايشه مشاكل جوه دماغها هي وبس، حاسه ان في حاجه عني هي ما تعرفهاش. تسمع كلام الناس اللي بره كان كلامي انا لا، اي كلمه بقولها ببقى عايز اسيطر بيها عليها، ونفس الكلام ده لو سمعته من حد بره بيبقى كويس وعادي. معلش يا بابا، انت استحملتها كتير، ما فيهاش حاجه لما تستحملها شويه كمان يعني؟ لا يا ابني صعب، صعب جدا. انا اسف، لازم تعترف بغلطها، لازم الاول تتغير. انا متاكد من جوايا ان انت بتعند ابو سعيد، بس برضه متاكد انها لو كلمتك هتروح لها جري. عارف يا سعيد، أنا مبسوط قوي إني بتكلم معاك كده، مش زي أب وابنه، لا زي ما يكون اتنين أصحاب. الإحساس ده مش هتحسه إلا لما تخلف. إحساس عظيم قوي يا ابني، ربنا يخليك ليا. ما سألتيش عليا على فكرة. كنت مشغولة قوي والله. ده إيه ده؟ دي رواية هتقريها؟ لا دي رواية بتاعت أنا. ضي القمر، حلو الاسم يعني، اهو بحاول. طيب تسمحيلي اقراها؟ اه ممكن، بس انا كنت عايزه اراجعها مراجعه اخيره. لا انت ما تراجعهاش، لانه رايك مش هبالي اي اساس، لان انت اللي كاتبه كل كلمه فيها. انا اعتقد ان الروايه دي عايزه راي من بره، تسمحي لي اخدها واسهر عليها واقول لك رايي؟ ايوه بس. مفيش بس، شفتي بقى انا ادعم منك ازاي؟ على فكره بقى، انت لو كنت احتجتي لي في اي موقف كنت هسيب كل اللي في ايدي وانزل لك جري، مش زي ما انت عملتي احتاج لك في موقف واكلمك وتطنشي. سلام. بقول لك ايه؟ لو حد سأل عليا قولي له ان انا في الكافيتيريا اللي جنب الدار. كده يا كبير، الكميه كلها خلصانه وما عادش في حبايه واحده ناقصه. كويس. بس انت ايه بقى، خيالك شارخ فين؟ انت مالك؟ انت تعمل اللي انا اقولك عليه وبس يا ميتو، فاهم؟ تمام. روح ابعت لابو كرم. اهلا، ازيك يا متولي؟ ازيك يا مروه، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. سمعت انت هتتجوز في ريال؟ اه بس هي لسه ما ردتش عليا، بس قريب ان شاء الله. ان شاء الله اكيد هتوافق، ما تقلقش. هتلاقي زيك فين؟ عن اذنك. وحشني يا احمد. يا اهلا يا اهلا. تعالي يا مروه، تعالي. قول لي بقى، ناوي على ايه بالظبط؟ عشان انا لازم افهم.
ما انا قلت على كل حاجه. لا هو انت في زيك؟ ده انت مش سهل ابدا. من فضلك مشي على نفس الخط بتاعك عشان انا عايز افهم، وصدقني والله انا هنفعك. شوف يا مروه، عشان تشتغلي براحتك في البلد دي، عشان تشتغلي من غير ما حد يعمل لك شوشره في دماغك ولا يتعبك باسئله كتير، لازم يبقى عندك شعبيه. بمعنى؟ بمعنى ان الناس تحبك، تبقي نجمه، الناس تتمنى تتقرب منك. وده بقى مش هيحصل الا لما تشغلي ده. نشغله، بس اتكلمي عن مكشوف، علشان انا بصراحه حاسه ان انت بتلف وبتدور عليا، وحاسه كمان ان انت بتستغفلني. ماشي، انا هجيب عليك على بلاطه. البلد دي فيها ناس اليومين دول عاملين نفسهم خبرة في الاقتصاد وفي السياسة، عمالين يطلعوا يقولوا كلام أهبل، وكل ما يقولوا كلام أهبل الناس تصدقهم أكتر. لا أنا كده عايزة أفهم أكتر. وجيه ده لسه محتفظ بمكانته، تقيل محافظ على نفسه. صحيح عندك حق، لما بيطلع في التلفزيون ويتكلم الناس كلها بتسمع كلامه. هو عارف بيقول إيه كويس أوي، وبيبقى كمان عارف رد الفعل قبل ما يتقال. وبعدين؟ انت حظك حلو يا مروه ان انت اشتغلت في شركه كبيره. شركه غيرتك، غيرت لك طريقه لبسك، غيرت لك اسلوبك. وانا متاكد انك بتخططي انك تسكني في مكان تاني خالص غير الحاره. مكان فوق، فوق قوي. كمل. اللي اسمه وجيه ده بقى احنا عايزين نشتغل عليه. عايزين ندعمه، عايزين نغرقه فلوس عشان يرضى عننا، ونبقى مع بعض سوا سوا، نحضر مع بعض كل حاجة، مهرجاناته، اجتماعاته، كده يعني. وهو هيرضى؟ هيرضى، لأنه لو كان عايز يرفض كان رفض من الأول. عشان كده أنا النهاردة كنت عنده، كنت عايز أجس نبضه. وعرفت الآخر إيه؟ مروة أنا عرفت طريق الفلوس تيجي منين، لكن ناقص لي السلطة. تخيلي بقى مروه لو انا معايا السلطه والفلوس. طب وانت هتستفيد ايه بمعرفتك بايتن؟ ايتن تعرف مدحت؟ طب ما انا اعرفه. لا تفرق، تفرق. ايتن منافسه لمدحت، انما انت يعني ما تاخذنيش لسه صغيره، لسه سكرتيره لمدحت. ومدحت ده بقى من اهم رجال الاقتصاد الموجودين في البلد، ومعرفته مهمة، مهمة أوي. نام على إيه يا أحمد؟ نام على إيه؟ نام أبقى الملك. واو، ده أنت مش سهل خالص. بس خد بالك بقى، لو أنت هتبقى الملك وأنا سهلت لك سكة من السكك، لازم أكون أنا كمان الملك. عايزة تبقي الملكة يا مروة؟ عينيا. وبالنسبة لموضوع آيتن أنا هظبطه لك، بس مش عن طريقي. أمال عن طريق مين؟ ميرا. ميرا عندها اليومين دول، هكلمها وشمشم لك على الجو هناك عامل إزاي. ماشي، وأنا موافق. من أصعب المشاعر التي تصادفها مشاعر المرأة حين تصبح في حيرة. إنها هي نفسها لا تعرف كيف تفسرها. وحين تسقط في الحيرة تصمت، لأنها لا ترى نفسها بقدر ما ترى الأيام، لا ترى نفسها بقدر ما ترى الأيام والسنين تتجه إليها كأنها وحش قد يلتهمها. إنها تخاف، تخاف من أن تفقد إحساساً بداخلها، وفي نفس الوقت تخاف أن تعيش حالة خطرة، حالة قد تجعلها تخسر كل ما عاشته قبل ذلك. علشان كده المرأة هي سر الكون. أنا سألت عليكي فقالوا إنك هنا، فقلت يعني أجي أضايقك شوية. دي مجرد خواطر عبيطة والله. لا إزاي بقى، واضح إنك شاطرة قوي في كتابك.
سمر بقول لك ايه؟ افندم حضرتك. انت حبيتي قبل كده؟ قصدي يعني قلبك ده في حد حاول يغزو احساسك بادب يعني وبذوق وبدون استئذان؟ حضرتك انا ما بفكرش في الحاجات دي خالص. حبيبتي احنا ما بنفكرش بالحاجات دي، لكن هي بتفكر فينا. بس انا حياتي ما بتتحملش اهتزازات. ازاي بقى؟ دي احلى حاجه في الدنيا الاهتزازات دي، خصوصا لو كانت بسبب القلب. حضرتك بتقول حاجات غريبه قوي. لا انا بقول حاجات مهمه قوي، لازم تفهميها وتسمعيها كويس علشان تبطلي الحيره اللي انت فيها دي. لا بخصوص موضوع الحيره، انا الحاجات اللي بكتبها دي مجرد خواطر او شخصيات كده بركبها في دماغي وبعبر عن احاسيسها، مش حاله انا عايشاها. لا الكلام ده مش حقيقي يا سما. طب حضرتك عملت ايه مع المدام؟ لا الموضوع ده انتهى، انا سبتها خلاص، ده انا ما صدقت. اكيد لامار تعبان. انت قلقانه على لامار ولا قلقانه من لامار؟ لامار دي بنتي، يعني انا اكتر واحد اخاف عليها، لكن ده ملوش اي علاقه باللي انا عايز اعيشه او باللي انا بحسه. انا هستأذن، انا لازم امشي، انا نسيت ان انا موعد اختي. اقعد يا سما، انا مش هقولك اني ميال ليكي، مش هقولك اني ببقى سعيد وانا قاعد معاكي، مش هقولك يا ريتني شفتك من زمان لان الزمان ده مش في ايدينا، لكن هقولك حاجه واحده بس، انا بحبك، بحبك قوي يا سما. ما دام قلت بحبك ابقى قاصد الكلمه دي وحاسس معناها كويس قوي. على فين؟ مالكش دعوه. ايه الرد ده؟ مروان انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه، انا متضايقه دلوقتي. ومين قال لك اني مش متضايق؟ انت فاكره ان انت الوحيده يعني اللي مش طايقه القرف اللي احنا عايشين فيه ده؟ يا مروان انت ما تعرفش اي حاجه، لو سمحت. عارف كل حاجه ومن زمان قوي. طول عمري بشوفهم هما بيتخانقوا مع بعض وصوتهم جايب اخر الشارع ومحدش فيهم طايق التاني. كل ده ما كانش بيعدي عليا. وطول عمري بقول ان انا لازم امشي وابعد عن هنا. بس ببقى مش عارف ممكن اروح فين. لكن دلوقتي خلاص انا قررت ان انا لازم ابعد. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان لقيتك. الأول أميرة أنا كنت حاسس إن أنا لوحدي، أستحمل أي كلام يتقال لي من أي حد، مش فارقة معايا أي حاجة لأني لوحدي. لكن دلوقتي خلاص أنت جنبي. أنا مروان أنا مش عايزة أتكلم في أي حاجة دلوقتي. بالعكس، ده هو ده الوقت المناسب اللي ممكن نتكلم فيه. لازم تبقي عارفة يا أميرة إنك ما جيتيش هنا صدفة، ما جيتيش هنا عشان تقابلي مامتك وخلاص، انت جيتي هنا عشاني. انا من ساعة ما شفتك وانا حاسس ان انا بقيت بني ادم تاني خالص. انا دلوقتي ممكن ابعد، مش فارق معايا، مش محتاج حاجة من حد. تقصد ايه؟ اقصد ان احنا نبعد. نبعد يا ميرا ونروح مكان محدش يعرفني ولا يعرفك، ونبتدي هناك حياتنا بمزاجنا. مروان انت عارف انت بتقول ايه؟ عارف طبعا. هقول لك، انت ابوكي توفى واخواتك سبتيهم لمليون سبب، انا ما يهمنيش اعرف منهم ولا سبب لان الاسباب دي خاصه بيكي. المهم عندي انك مش شبه ايتن ولا شبه زينب مرات ابويا. مروان ميرا، احنا نقدر نعمل حياة بنحبها، نقدر نبقى حاجة تانية خالص. احنا كل ما هنبعد كل ما يبقى احسن ليا وليكي. هنروح فين؟ اي حتة، في مليون مكان ممكن نروح. وانت ناوي تعمل ايه؟ قلتلك قبل كده ان انا عايز امشي من زمان، عشان كده كنت محوش مبلغ على جنب.
نقدر ناخده ونروح بيه أي مكان نبتدي بيه من أول خالص لحد ما نشوف هنعمل إيه. أهم حاجة عندنا إن إحنا نبعد عن العيلة دي تماما. هقول لك على حاجة. قول. بحبك من أول لحظة شفتك فيها في حياتي، من يوم ما خدتك ووصلتك بيتكم في الحارة. حبك ده اللي خلاني بقيت واحد تاني خالص، خلاني قدرت أخد أي قرار في حياتي بسهولة. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ إحنا مش صغيرين، نروح أي مكان، بس أول حاجة لازم نعملها إننا نتجوز. أنت مجنون على فكرة. بالعكس، أنا عاقل جدا. أول مرة في حياتي أبقى عارف أنا عايز أعمل إيه. أنا ما كنتش متخيل أبدا إن أنا ممكن أحب كده. أنا متشكرة قوي على الخدمة اللي عملتها لي. لا 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 ما تقوليش كده، أنت صديقة غالية عندي وسمح ده أنا أعرفه من زمان. بس أنا اللي مستغرب له، أنت إزاي ارتبطت بيه؟ قدر. المهم أنا عايز أخلص من موضوع الشغل اللي بيني وبينه اللي أنا دبست نفسي فيه ده. دي صعبة شوية. لا بس مش أنت اللي تقول الكلام ده يعني. يعني ما تنسيش إن الموضوع ده مش خاص بيك لوحدك، ده خاص بأستاذ سمير. الشركة في الأساس تبقى خاضعة ليه. أيوة بس الموضوع ده هيتحل، وأعتقد يعني إن أنكل سمير هيبقى في صفي، هيبقى معايا. لا لو أنكل سمير هيبقى في صفك ده يبقى في كلام تاني بقى. نفسي يتربى أكتر من كده؟ آه طبعاً أكتر من كده. المرة اللي فاتت دي أنا بس كنت عايزة أقول له عيب، إنما المرة دي بقى عايزة يقول حقي برقبتي، عايزة يجي لحد عندي ويقول لي أنا آسف يا أيتن، اللي أنت عايزاه أعمله. طلباتك كترت أيتن. وانت مش هتقولي لا؟ بس انا مهما كان برضه ليا سقف. انا لما عملت اللي انت طلبتيه مني عملته عشان الامور ترجع كويسه بينك وبينه، وعشان ما يحسش انك لوحدك. وبعدين اللي انت قلتيه عليه ده ضايقني منه جدا بصراحه. طب يا ريت بقى تتضايق شويه كمان عشان خاطري. ايش عينيا. طب وصحيح بالنسبه لمروه، يا ريت بلاش ندخل نفسنا في امور خاصه بالشركه عندي عشان ده بيضايقني. أنا بس كنت عايز أسألك هي عاملة إيه معاك يعني مش أكتر. شرفت يا ست الكل. أوكي يبقى سلم لي عليها بقى. يوصل. باي باي. ميرسي.
استناني يا سواق واسمع الكلام، لا خلي البي ابني يرفضك. ازيك يا بنت يا جمالات؟ على الله تكوني كويسه. لا 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 معلش، ده غالي قوي، ده انا رحت له بورسعيد وجيت في نفس اليوم النهارده في العربيه الماركه المكيفه دي، جبت وجيت والنبي في ساعه تعبت والله. رحتي بورسعيد رايح جاي ولا عرفنا بورسعيد ومحلات بورسعيد؟ مالك يا جمالات شايطه كده ليه؟ يا ولية عيب عليكي، ايه شايطه دي؟ لا يا اختي انت عينك بتطلع شرار، ده انا لو وقفت شويه هولع. بقول لك ايه؟ هبعت لك الايجار مع السواق او حد من الخدامين. يا لهوي ايه التراب ده؟ لا 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 الجزمه هتبوظ ب 300 جنيه دي. ده ايه ده؟ نورا جننت. بس رايحه على فين دي؟ ايه اللي جابها هنا؟ اهدى مفيش حد. خيبك رحت فين؟ خرج ولسه ما جاش. ايه ده اللي انت مين اللي خرج ولسه ما جاش؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ايه اللي خرج؟ الموز اللي انت جاي تدور عليه جميل. انا لا جايه الموز ولا لنيله، انا كنت جايه اشم هوا. يا حلاوة، ليه العربية الماركة التكييف بتاعها مش شغال؟ ولا بورسعيد الراحة جاية عليها ما فيهاش هوا؟ بقول لك ايه؟ انت عايزة مني ايه؟ يا ولية عيب عليكي اختشي، انت من صغيرة. لا اصل انت بقى ما انتيش عارفة. مش عارفة ايه؟ لا يا حبيبتي انا اصغر منك. لو النبي. بخمس سنين بس انت اللي مش واخدة بالك. وبعدين؟ انت بقى ايه اللي جايبك ورايا وعماله تشمشمي؟ عايزه مني ايه؟ عاوز منك ايه يعني؟ ولا حاجه. معلش انتي نسيتي ان ده بيتي؟ في ايه؟ ولعلمك بقى انا هعمل للسطح ده باب عشان اعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج. سطح ايه يا امو سطح؟ هو ده بيت ولا دي عماره بلا واكسه؟ تعالي شوفي الفيلا اللي انا عايشه فيها، ده حمامها بس قد الحاره دي كلها. وبحر يا حبيبتي. بحر يا حبيبتي. طب يلا يا حبيبتي روحي بقى شوفي بنات اخوكي. يلا. لا 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 انا النهارده مش فاضيه خالص، انا عندي ميعاد مهم مع الكوافير عن اذنك. ميعاد مهم مع الكوافير عن اذنك. وريني كده استاذ عادل. ازيك؟ ايه مفيش. سلام عليكم. منور. اومر الامر لله يا سيدي. كنت عايز كاميليا كده دقيقتين بس. اديني اهو بستأذن منك عشان ما تقولش ان احنا بنتعامل معاها من وراك. هو انا مش قلت لك اسمها مدام كاميليا او كاميليا هانم؟ انا اسف. اسف بجد. وقلت لك تاني حاجه، ما تعوز كاميليا تعمل ايه؟ تكلمني انا وانا اقول لها حصل ولا ما حصلش؟ لا حصل. ما تزعلش مني، حقك عليا. طب ايه رايك انا وانت ننزل نتكلم في حته مع بعضينا؟ لا ما انا ما ننزل فين؟ نقعد في اي مكان نتكلم. لا للاسف والله انا مش فاضي، انا 10 دقايق ونازل عندي مشاوير كتير. اصل زي ما تقول كده انا وقتي بفلوس مش ببلاش، فاهم؟ فاهم. طبعا. طب دي اهم حاجه. طبعا. انت غريب قوي يا اخي، انت مش ملاحظ ان طريقتك كده فيها قله ذوق؟ لا ده انا قاصد والله. انا قاصد. طب قول لي كده بس حضرتك يعني قوي الملاحظه. انا قاصد. بص يا ريس، احنا اللي بينا وبين بعض الحقوق، صح؟ حقي وحقك. والحق ده بيخلص في كلمتين، انت موافق وانا موافق، تاخد اللي ليك وانا اخد اللي ليا وخلصنا. الرغي والكلام الكتير ده بقى ملوش لازمه. حلو. نهائي. الله اكبر الله اكبر. تمام مظبوط. الحقوق بتتاخد باصول. صح. والاصول تقول ان صاحبه الحق تكون موجوده وتقول رايها. فعلا؟ تاني اسمعها لك تاني. ماشي. الو اديني مدام كاميليا يا بنتي. كاميليا هاني. النبي يعني يسيب اللي وراكي دقيقتين كده بس. في هو ماشي اتفضل. يا رب نخلص ان شاء الله. انا
ما دخلتكش المكتب عشان نازل ومش حابب انك تقعدوا مع بعض لوحديكم. ها؟ عايزك تزعل. جميل يا هاني. بالنسبة ان حضرتك قلت له يجي النهارده؟ ابدا والله. ما هو جه لوحده يعني. اهدى بس اهدى، هي ما تعرفش اصلا ان انا جاي. انا قلت لك تيجي. خلاص خلصنا. هي واقفة قدامك صاحبة الحق. قول عايز تقول ايه؟ انا موافق على طلباتكم كلها. ماشي. انت عندك محامي ماسك الموضوع ده؟ عندي. خلاص بكره هجيب المحامي بتاعي، نقابل المحامي بتاعك ونخلص كل حاجه. ماشي؟ ماشي. استاذن انا. السلام عليكم. طريق السلام اخويا. السلام عليكم. مع السلامه. الراجل زي ما يكون ما صدقش نفسه وما